ازيك يا شباب؟ احنا المفروض ان شاء الله المره دي هنطلع برج برلين. احنا المفروض هنروح ان شاء الله باذن الله للجزء الدائري ده، الجزء اللي فوقيه اعلى ب 100 متر، يمكن مش باين بس في الفيديو لكن اعلى منه ب 100 متر. احنا مش هنروح له، هنوصل بس للدايره ديت. الدايره دي على بعد 200 متر حوالي، ودي اللي فيها المطعم وفيها الناس اللي بتتفرج بقى على برلين من فوق. احنا بنخش الباب اللي قدامكم ده، بعد كده بنطلع السلم وبنخش نتفتش تفتيش دقيق، يعني بتفتح بترمي كل اللي في جيبك، بيفتحوا الشنط عشان تطلع الاسانسير. هتلاقي هنا متعلق الصور بتاعت ابراج مختلفه، تلاقي هنا في برج القاهره، شوف عشان تعرف بس برج القاهره ده مهم يعني، وابراج تانية كتير بما فيهم ايفل تاور. ده الاسانسير يا شباب اللي هنطلع منه، وانت داخل في فرق ضغط فلازم تبلع ريقه كده وانت جوه. طيب احنا دلوقتي في الكرة الدوارة بتاعت برج برلين، برلين تاور. ناس زي كده لما بيجوا برج القاهرة، بس برج القاهرة بيبقى مفتوح، هنا بيتقفل. وده عدسة مكبرة، ممكن نبص منها برضو ونجيب مكان أي حاجة موجودة في برلين. فوق هنا في مطاعم برضو بتدور 360 درجة. احنا كده في المطعم الدوار، المفروض ان هو بيلف بس بسرعة بطيئة 360 درجة بحيث يكشف كل برلين تقريبا. انا متهيألي الحل الانسب عشان تحسوا بالحركه شويه هو ان انا اعمل تايم لابس عشان تشوفوا الحركه ماشيه ازاي. انتوا دلوقتي حاسين بالحركه بس التصوير بطيء. طبعا انا كل حاجه دلوقتي انتوا مش هتصدقوني، بس يعني صدقوني بقى. اوكي، هو المفروض الشارع ده اللي هو بيودي لحد البوابه اللي احنا كنا شفناها قبل كده، بوابه برلين. اوكي، يعني انتوا مش شايفين حاجه كده كده فتاكسي. تعال نشغل بالتصوير السريع بقى. احنا على ارتفاع 207 متر، الدور اللي تحت برضو فيه انك تبص من الشباك وكده. ارتفاع دور واحد حوالي 4 متر، فاللي تحت على بعد 203 متر من الارض. ده اعلى من برج القاهره بس برضو مش بمراحل، يعني برج القاهره ارتفاعه حوالي 180 متر، 180 متر حوالي. الجزء الدوار زي ما انتم شايفين كده، انا هنا واقف على الحته الثابته دي الارض، وده الجزء اللي بيدور، الجزء اللي بيدور هنا هتلاقي برضو الشباك ثابت، يبقى الجزء اللي فيه كراسي بس هو اللي عمال يدور. اوفرول تجربة حلوة لا بأس بها. هقارنها ببرج القاهرة؟ لا، أنا بصراحة شايف برج القاهرة جميل برضو، حلو وأرخص بصراحة. يعني لو أنت بصيت في من برج القاهرة هتلاقي فيه حاجات متنوعة أكتر بكتير ممكن تشوفها تتبسط بيها، زي ما هتشوف برضو برلين وكل حاجة، بس أي ثينك الفيو في برج القاهرة لا فارق. برج القاهرة معمول سنة 1961، البرج اللي احنا فيه بتاع برلين دلوقتي ده معمول سنة 69، فبرج القاهرة كمان سابقه. لو انت متابعتش الفيديوهات اللي فاتت عن مغامرات برلين انصحك انك تتابعها، وهتلاقي فيه فيديوهات كتيرة تانية من عالم عمر اللي هو اكيد مشترك مع العالم بتاعكم انتوا كمان. متنساش تعمل سبسكرايب للقناة، لايك شير للفيديو وكومنتاتكم. اشوفكم على خير.